مرحبا بكم فتيات على الدنيا وخواتاتها في المطبخ. اليوم غنشارك معكم غداتي وغندير سباكيتي على مارينارا. كنحتاج سباكيتي نمره 72، مطيشه صغيره مقطعه هكا، ثومه بكثره، يعني انا كتعجبني فيها الثومه، المعدنوس، السودانيه، الزيتون، عندي الخضر هنايا الا بغيتو الكحل تقدروا ديروه، عندي الملحه الكبيره باش نديرها في الماء، هذه الباستا سباكيتي، وغادي نرافقها بشلاضه، عندي الخس هنا مقطع، عندي شهديه، عندي التفاح، وعندي الليمون والزيت والخل والملحه. دابا غادي نشدو الملحه ديالنا ها هي، وغادي نخويها في الماء، ها هي كتغلى، شفتوها، غنخوي كلشي وغنرجع الحاله الاولى. خصنا سباكيتي، انايا عندي ثلاثه الناس في الدار، غادي نحاول بهاد اسميتو، غنحاول نعبر بهاد الحاجه. دابا عندي العبار تاع ثلاثه الناس تاع الباستا، كنحيد هادي سباكيتي، هي كطيب، ما كتستحق لا زيت لا حتى شي حاجه، كنخليها هكايا حتى طيب. نتسناو حتى طيب، طيب الباستا ديالنا، ونوضو الشلاضه ديالنا، ونديرو الخس، نخويو فيها الشهديه، ساهله، التفاح والليمون، نخلطو، الى عجبتكم شي حاجه تزيدوها تقدرو تزيدوها، يعني المهم انا اليوم غندير غير هكايا الشلاضه ديالي. ندير شوية الزيت، شوية الخل، غير شوية، والملحة، ونحطيو مع الملحة، نحطو السلطة ديالنا، نتصورها ونتسنى تتوجد لينا الباستا. الباستا ديالنا هي كطيب، هنا ما كاين غير شويه الملحه والماء، وهي كتسلق، كتسحق 10 دقائق تاع الصلاة. ما طابت انتما كتشوفوها، شفتها صافي طابت، نطفيو البوطا وغنصفيوها. بعد ما صفينا الباستا ديالنا ها هي راه سخونه، وحنا غادي نبداو في الصوص. نشعل العافيه، ديروا الزيت، ديك الساعه غير كتصالي الباستا، كان الدور قد تغير، غير كتدير الزيت ديالنا، غادي نلوحو مطيشه، ديك الساعه السودانيه، ثم نص زيتون، كل شيء نديرو شي الملحه، ماشي بزاف دائما مع التحريك. ثم الشماطيشه كيبلات كطيح، الثومه هي كطيح، وكلشي كيطيح، وتا سباكيتي كتشرب الماء تاع مطيشه هانتو. هو واش بقيت تاع البرمجان، انا ما قلتوش في الماك قادر، ولكن البرمجان دائما مع الباستا معروفه هادي. الباستا ديالتنا وجدات، دابا نمر معاكم التخمير، شوفو كيفاش غنشد الباستا ديالي، باقا مطيشة غير ما فاقت، وغادي نلوح الباستا،
تنضف الكسف يعني ما حد هذه كت عطيشة كطيح تخلط مع الباستا. شوف الزيت شوية الملحة دايما او الضوء ملحة باش تعرفو شنو شنو كاين. ديروش الملحة في الاول كثيرة بقات كطيح مطيشة مع السباكيت. واش دات كما كتشوفوها نتمنى انها تبان لكم. وها الشلاضة ديالتي وكنقدموها بالصحة والراحة لكم كاملين. الى عجبكم الفيديو ديالي ديروا ليا لايك وسبسكرايب وعلاش لا وجدوا هاد الوصفة ديال داركم خفيفة وسهلة.